هذا المبنى المصنف من بين المباني الطرابلسية التراثية مهدد بالانهيار في أي لحظة. المبنى الموجود في هذا الشارع المكتظ في محلة الزاهرية يمر من تحته يوميا آلاف المواطنين. هؤلاء حياتهم مهددة في أي لحظة، ورغم أن البلدية قد ضربت طوقا باطونيا ركيكا حول المبنى، إلا أن المواطنين لا يعلمون سبب وجود هذا السور بسبب غياب أي لوحات تحذيرية. هذا المبنى مواليد سنة 1935، يعني عمره 85 سنة. اجت بلدية طرابلس مع اللواء خير ومع تركيز كوري مدير عام الآثار، واجوا لهون وصنفوا تراث. وهذا المبنى هو كله باطون، وشفت الصور تبعه يعني، وجبت انا المهندس صفوح كرامي و12 مهندس، و12 مهندس بيقولوا انه هيدا البناء ما له اساسات ومنه لا تراث ولا شيء. صنفوا تراث ونحن عم نتعذب، هيدا اي للسقوط بيهدد السلامه العامه. وفي تقرير مهندسين وبلديه بتقول انه فعل هي البلديه عم تقول انه هذا بده يترمم. ترميمه بكلف 500,000 دولار، وهيدا ما بيترمم. يعني اكثر المهندسين والعلماء والخبراء بيقولوا انه لا، ما بيترمم، لسبب انه ما له اساسات، ما له قواعد. هيدا مبني على حجر من تحت مثل صفيحة حجر هيك وهيك، بس ما له يعني شو. هلا هو بيع على ما هو عليه لحين ما هو ينزل لحاله، ونحن بس بنطلب منهم انه بنحط المسؤوليه على البلديه وعلى مديريه الاثار، لانه بسببين اذا هبطت او حدا تعور او حدا شيء هن يتحملوا المسؤوليه. وانا رافع دعوه بالقاضي الامور المستعجله عند القاضيه جيسيكا برمكي، وانا وبعت كذا كتاب للبلديه. انا بلغت البلديه، هي اجت البلديه حطت هالارصفه هيدي، وهن البلديه مسؤوله على التسكيره للطريق، ويجيبوا يكتبوا يجيبوا خطر انه مرور الشخص. بس هيدا الشيء ما موجود، والناس عم تمرق بشكل كثير طبيعي. بشكل طبيعي، ونحن ما بنعرف ايمتى بتهبط، الله اعلم. ليش عم تمرق من هون؟ كيف طريقنا من هون؟ انت منك شايف هون حجران؟ هيدا يعني شو بنظرك؟ هذا تشبيه هون. هيدا البلدية حطتهم هون لأنه هيدا المبنى مهدد بالسقوط حماية للناس. ما معنا خبر، حطوا علين هون، حطوا لوفتة هون، قلوا هيدا المبنى مهدد. من حطي شيء. وهذا بلد من رأس الهرم الكبير للصغير، هيدا حمرة يا بندورة. ليه مرقتي من هون؟ ما بدي أمرق تحت، مع انه في حجران هون. هيدا المبنى مهدد بالسقوط. والله عارفه، بس شو بدي اعمل امراه؟ يعني مستغنيه عن حياتك هيك؟ لا. ايه نحطوا ساين انه ممنوع المرأة من هون، بيغيروا الطريق. هلا هني حاطين للامان. ايه اللي هن احنا نمرق من هناك. ايه بينما من هون ممنوع. ايه اذا ممنوع بنغير الطريق بنروح من هون. لازم يعملوا شيء مثل ما هلا حاطين، لازم يقولوا للعالم انه هذا المبنى مهدد مشان ما بقى حدا يمرق من هون، لانه هيك عم يعرضوا. يعني انت ما كنت بتعرفي وقت مرقتي؟ لا، هيك عم يعرضوا حياه المواطنين على للخطر. بس الشغل للبلديه، لازم البلديه هي اللي تشتغل. اذا القضيه ستبقى عالقه لحين الفرج المادي الذي لا ضوء له في المدى المنظور، وحياة آلاف المواطنين المارين من هنا يوميا ستبقى على المحك، فمن يتحمل المسؤولية عند وقوع الكارثة؟